بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير ومحبة. نحييكم، نرحب بحضراتكم أجمل وأطيب ترحيب من هنا من على أرضية ميدان نجران، حيث التحديات والانطلاقات في مساء الرموز، حيث شهدنا وإياكم انطلاقة الأربعة الأشواط لأشواط الكؤوس. إذن مشاهدينا ومتابعينا الكرام، على بركة من الله سبحانه وتعالى أعطيت إشارة الانطلاقة للشوط الخامس لفية البكار، والشوط الخامس المفتوح، حيث يحمل لنا هذه الأسماء القوية ويحمل لنا هذه الشعارات التي حضرت من أجل الانتصار ومن أجل النوماس الغالي. إذن مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أتقدم بحضراتكم إلى الخمس المراكز المتقدمة، إلى الفايف ستار. أسير إلى البداية، أتقدم مع مقدمة الشوط كي أجد هنا ذهبه ومن يقدم لنا ذهبه. هنا لصاحب السمو الملك الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، هنا من يتابعها ماجد بن حلفان، من يتابع لنا ذهبه وانطلاقة ذهبه المستوى الثاني، وصلت روعة. ومن يقدم لنا روعة هنا هجن سيح السلم في المتابعة، طالب خالد المرر بن سعيد بن حلوة الاكتبي، من يقدم لنا روعة وانطلاقة روعة المستوى الثالث. هنا الواصلة الصميمة للأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود وماجد بن حلفان، من يتابع لنا هذه البطلة، من يتابع لنا الصميمة المستوى الرابع. هنا الوصول من نوف، من يقدم لنا نوف حمد بن علي بن حمد البريصي المري قادم على المستوى الرابع. خامس المراكز هنا اجتياز وسيار محمد بن عبد الرحمن العتيبي، ولكن العودة بحضراتكم، العودة إلى من غيرت الأمور، إلى روعة وهجن سيح السلم. يا سلام، 1200 ما يفصلنا عن السلام، ولكن رجعت ذهبه في مكانها، في مكانها المعتاد. من يتابع لنا ذهبه؟ ماجد بن حلفان المري يتابع لنا هذا الشعار الكبير، شعار صاحب السمو الملك الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود. ولكن روعة في مركز الوصافة تراقب الحدث، تراقب الأوضاع روعة. وهنا هجن سيح السلم، من يتابع لنا هذه البطلة؟ أحمد بن سلطان بن خليفة الرشيد السويدي، ولكن هنا الوصول على المستوى الثالث، وصلت صميمة. ولكن وين يا بن حلفان؟ وين 800 متر ما تفصلنا عن السلام، ما تفصلنا عن النوماس الغالي، شعار صاحب السمو الملك الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، والشرس ماجد بن حلفان، من يتابع لنا ذهبه بهذا الانطلاق والعصاف الإبطان بدون أي أوامر، بدون أي تعليمات، عصاها راقدة وامنة. وأيضا هنا الوصول، وصلت الصميمة أيضا لسمو سيدي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، والمستوى الثالث. وصلت نوف وحمد بن علي البريس المري، ولكن اذهب مع الانتصار، اذهب مع النوماس الغالي. روح يا بن حلفان، روح يا بن حلفان، روح جماهيرك محبينك يا بن حلفان على المستوى الأول، على المستوى الثاني. اذهبه الصميمة لسمو سيدي صاحب السمو الملك الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود. الصميمة الصميمة، يا سلام يا بن حلفان، أسعد الله مساك يا سمو سيدي صاحب السمو الملك الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز. أشكرك يا بن حلفان، مشكور يا بن حلفان، باسم الجمهور مشكور. الصميمة الصميمة، وبن حلفان من قدم لنا هذه البطلة. هنا الصميمة لصاحب السمو الملك الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، والمستوى الثاني أيضا كانت هنا ذهبه لصاحب السمو الملك الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود. المستوى الثالث كان هنا الوصول من نوف وحمد بن علي بن حمد البريصي المري، والمركز الرابع كان هنا الوصول من هجين سيح السلم، قدم لنا الشاهنية. المركز الخامس
وكان هنا الوصول أيضا من هيئة سياحة السلام روعة، وخالد المرر بن سعيد بن حلوة من قدم لنا شعاره وقدم لنا هذا الحضور المتميز. إذا مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع وياكم لحظة وصول الصميمة إلى خط النهاية قاطعة مسافة 3 كيلو. هنا يا مخرجنا نتابع لحظة وصول الصميمة إلى خط النهاية والتوقيت الزمني لحظات، وسنوافيكم بالتوقيت الزمني توقيت الصميمة من قادت هذا الشوط وكانت بطلة لهذا الشوط بهذا الحضور المتميز، وأيضا بمتابعة الشرس ماجد بن حلفان المري من قدم لنا الصميمة وقدم لنا روعة بهذا الحضور المتميز وهذا الحضور الرائع. إذن مشاهدينا متابعينا الكرام لحظات، وسنوافيكم بالتوقيت الزمني يا مخرجنا أسامة الهواري. مشاهدينا متابعينا الكرام هذا الملخص لهذا الشوط، وتشاهدنا وياكم التوقيت الزمني على الشاشة. إذن مشاهدينا ومتابعينا الكرام توقيت الصميمة 4:35 11 من الأجزاء. المركز الثاني كانت هنا نوف وحمد بن علي البريس المري 4:38:39 جزء من الثانية. المركز الثالث كانت هنا ذهبة لصاحب السمو الملك الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود 4:38:38 40 جزء من الثانية. والمركز الرابع كانت هنا اجتياز وسائر محمد بن عبد العزيز العتيبي. والمركز الخامس كانت الوسمية وسلمان بن فلاح بن ناصر المغيري العتيبي. إذن مشاهدينا متابعينا الكرام ما زلنا وياكم متواصلين في هذه الفترة المسائية شوط آخر وبصوت الزميل علي بن محمد الدبيشي.